الفطار بتاعنا النهارده. فطارنا دوت انا هعلمكم تعملوه ازاي بأبسط طريقة وأسهل طريقة ممكن تتخيلوها، وده الفطار المصري على أصوله. تابعوا معانا الحلقة وقولوا لي رأيكم على قناة يوميات مغربية ومصرية، وهستنى اللايك والتعليق بتاعكم. ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم على قناة يوميات مغربية ومصرية. النهاردة بقى حبيت أفطر أهل بيتي كده حاجة من إيديا. جوزي طلب مني أعمل فول وطعمية وعجة وسلطة، ودلوقتي بقى معانا المقادير هنا. معانا طعمية ومعانا خضرة، أنا عاملاها في البيت زي ما انتوا شايفين، خضرة جميلة وصبحة ومغسولة، وعندنا فول وعندنا طماطم مقطعة، ومعانا فلفل بلدي، ومعانا بيضتين، ومعانا فصين ثوم، ممكن نحتاج فص واحد بس، ومعانا كزبره ناشفه زي ما انتم شايفين، وطبق فاضي عشان نعمل فيه البيض وهنحط عليه فلفل الاسمر. جهزوا بقى معانا للطريقه. وهنا احنا قاطحين الزيت اهو زي ما انتم شايفين، والطريقه بقى هنقلها لكم دلوقتي على الهواء. بصوا انا كده اهو، اول حاجه معايا طعميه، هحط عليها الخضره اهو، احط هنا الخضره بكميه كده محترمه زي ما انتم شايفين، مش عارفه واضح معانا ولا اهو، تمام. وهاخد الطماطم هعملها كده. انا عملت الخضره من اهوت، وعملت الطماطم، وعملت عليها فلفل كده زي ما انتم شايفين، عندنا بنحبها سبايسي شويه، وهحط معلقه كزبره على الوش كده، معلقه حلوه محترمه اهو. هنزل كل الطماطم اللي انا عايزاها، همزج المزيج ده كله كده زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا اول مره اعمل الفطار ده، الروتين الصباحي اهو. انا عايزه بس اللي بيشوفنا اول مره على القناه ما تنساش تدعمنا باللايك وتعمل لنا اشتراك للقناه، وما تنساش ان انت تفعل لنا الجرس، تمام اهو. لازم بصوا تخلطوها كده، وابتدي بقى ان انا ايه، معلش بقى، ابتدي ان انا اعمل كده، هقرصها. انا ما بعملش بمكنه ولا حاجه، بس هاخد حته كده حلوه الخضره دي تبقى كده زي بتاعه الطعميه بالظبط، وابتدي ان انا اعمل كده. اهو، واجي من النص من هنا اقوم عامله فرم كده، في ناس بتعملها كده. احنا بنحبها مليانة قوطة ومليانة خضرة. طبعا الحاجة البيتي لا يعلى عليها، بتبقى جميلة ونظيفة اهو، احسن من اللي بنجيبها من بره. وكمان الزيت اللي احنا بنبقى نعمله بنبقى ضامنينه وعارفين احنا عاملين ايه، بيبقى حاجه جديده واحنا اللي عاملينها. اهم حاجه بس خرموا الطعميه كده اهو. ابتدي بقى اهي الطعميه، ابتدي ان انا اوزع الزيت من بره وجوه كده اهو. هعمل واحده كمان، دي الطعمية المصري البيتي، على فكرة بتبقى طعمها جميل جدا وروعة. ما بحطش انا ملح، عشان اللي هيسألني عن الملح ما بحطش ملح. محدش يسأل عن الملح، اللي عايز ملح يبقى يحط ملح، لكن انا معروف عني ما بحبش الملح خالص في الاكل الا قليل. الكزبرة بتعمل لها وش حلو ومحترم كده، بقى احسن من اللي انتوا جايبينها من بره
انا بنصح كل الناس يعملوها بالطريقة دي، هتعجبك جدا. اهم حاجة الخرم ده يا جماعة. وعلوا النار عليها، هبتدي بقى ان انا اقلبها كده اهو اهو. زي ما انتوا شفتوا انا عندي البيت هنا بيستنى الطعمية دي من لحظة للتانية اهو. الطعمية عاملة ازاي اهو، وكله في البيت طبعا مستني الطعمية. هعمل كمان طعمية كتير، انا بشكلها بس انا بوريكم الطعمية العادية بتاعت المصريين يعني تبقى عاملة ازاي. بقيت الطعمية دي انا هعملها عجة دلوقتي قدامكم. انا بحب العجينة كبيرة طبعا، طعمية رمضان لا يعلى عليها. احنا مخزنين، هبقى اصور حلقة عن تخزين الطعمية عشان طبعا اللي بيروح يقف بره بالليل في السحور عشان رمضان وكده، لا احنا هنعمل كل حاجة في بيتنا وبايدينا وعارفين احنا عاملين ايه، والطعم والجودة من تحت ايدينك يا ست الحبايب. اهم حاجه وزع الزيت، ريحه الطعميه طالعه صراحه حلوه. انا يعتبر ما بعملش روتين، بس انا ما بعملش روتين، انا بعمل فطار عادي يعني فطار اي واحده بتعمله. ابتدي بقى هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفلفل الاسمر للعجه، وادي البيض، انا بحب العجه فيها بيض كتير اهو اهو. نفس المعلقه لازم يمتلك الفلفل الاسمر مع البيض. تلاقيش خالص العجة هتبقى حلوة، وما تستغربوش من الطريقة، هي بتتعمل كده. اهم حاجة بس العجنة، فاهمين؟ ما تسيبيش العجينة طرية. الطعمية معانا هنا بتستوي، اهم حاجة العجنة اهو. في ناس بقى بيحبوا يضيفوا شطة، في ناس بيحبوا يضيفوا طماطم كتير، حد بيضيف كزبرة كتير. غسلت بس المعلقة، هعمل الطعمية. الطعمية عاملة ازاي؟ احلى من اللي احنا بنجيبها من بره كتير. هعمل انا بقى ايه كده مع العجه، فاهمين اهو. ممكن بقى اعملها عجه صغيره، وممكن اعملها عجه كبيره، المهم كتري العجه الايه كزبره، لان الطعميه والعجه بيحبوا كزبره كتير اهو. اهم حاجه العجنه، ويكون البيض سايح زي ما احنا قلنا كده. في كمان شويه بيض هنا مش عايزين نسيبه. احط بقى التومه، احط كمان شويه خضره تاني، نخلي الخضره على جنب عشان لو احتاجنا، واحتاجنا فعلا. معايا كده تمام. هجيب بقى طبق طرم كده، ابتدي ان انا اطلع الطعميه المستويه معايا. الطعميه عامله ازاي اهي، الطعميه اهو.
طالعه ماسكه نفسها، مفيش اي حاجه، مستويه من بره ومن جوه تمام. دي بس كده عرفتوا بقى الكزبره بتعمل ايه، بتخلي الطعميه بصوا واو 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 يعني. العجة بقى ابتدي ان انا افرم التومه، خلاص انا مش هحتاج كزبره، ابتدي ان انا افرم التومه كده. العجة طريقتها طبعا بتختلف عن الطعميه اهو، بحب لها التومه حلوه كده عشان بتفرق في الطعم طبعا. تومه كبيره طعمية، تومة كبيرة اهي. خلاص خلصنا التومة مفيش اي مشكلة، ابتدي ان انا اقلب بس الطعمية تاخد وشها. خلاص كده خلاص انا خلصت قلب التومه. التومه دي بقى بتعمل طعم يا جماعه للعجه جميل جدا. طريقه العجه غير طريقه الطعميه يا بنات، تختلف كتير كتير كتير. بصوا حاولي بقى تقلبي كده اهو، بالمعلقة وفريدي، لأن دي عجة، عجة يعني حاجة زي طعمية كبيرة كده بيتزا، وبتبقى غليظة شوية ويبقى فيها مكونات تانية برضو زيادة. في ناس بتحط شطة وتوم وكزبرة كتير طماطم، أهم حاجة توزعي لها الزيت كويس. بتبقى كده هي دي العجة المصرية، مش اي حد بيعرف يعملها في البيت على فكرة، لازم ناس تكون متقنة فيها. دي لازم نعدلها العين هتستوي بقى العجة وارجع لكم. خلاص تهيت العجة وقلبتها يا جماعة زي ما انتم شايفين اهو، البتاع اللي مشهورة بيه اهو. هبتدي اسوي العجه وبعدين ادخل بقى في الفول اوريكم الفول بيتعمل ازاي بالبصل والثوم والطماطم الطريقه الصح. خلصت العجه اهي 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 زي ما انتم شايفين مستويه والطعميه، ودلوقتي بقى هبدا بالفول. الزيت القديم اهو يا جماعه انا ما عملتش بيه حاجه، حطيت زيت جديد وطاسه جديده جدا عشان الفول بيحب النظافه. وادي البصل اهو ماشي، اعمل النار اهو زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي كده بعمل البصل اهو، بصل اخضر للفول، ما تعملوش بصل حامي. وهعمل شويه سلطه، انا قطعت هنا بصل وطماطم وحبه كزبره خضره كده. دلوقتي بقطع الفلفل ان انا اقطع الفيول اكتر الفيول على قد ما اقدر اهو اهو. البيت كله زايت عندي هنا وانا بصور، دايما دي بقى عوايد الفطار عندنا. المفروض ان انا دلوقتي اعلق على القهوه وعلى الشاي، بس الاول هعمل الفطار. Thank you.
ادي السلطه جو النهارده يا جماعه. صبحين الصبح لان الجو ساقع جدا، مش عارفه في ايه، جو ساقع ساقع يعني، قاعدين في دفايه ومشغلين دفايه حاجه حلوه خالص. السلطه بقى انا بحط معاها شويه كمون وشويه ملح، حبه ليمون. خلاص طبق السلطه معايا اهو، البصل معايا ابتدى ان هو خلاص اهو ياخد لونه. هبتدي ان انا احط الطماطم، استنى شويه لما الطماطم زي ما انتم شايفين كده. لما الطماطم كده بتقلب معايا اقوم حاطه تومه، المره دي بقى اختار تومه صغيره شويه. اهم حاجه يا جماعه التوم مع الطماطم والبصل للفول. التوم بقى بحط انا ليه؟ التوم فيه اكسده يعني مضاد لاي حاجه في الجسم، فالتوم في اي اكله بيبقى جميل. اهو اهو هبتدي بقى ان انا اقلب التومه مع البصله، احط حبه ملح وحبه كمون. الجزء عندي ايه؟ خلاص كده كل شويه بنمسحه. يا الله اللي كان بيسالني على توابل الفول اهي، شويه ملح بسيط كده اقلبه. دوا شوية خلاص توم برضو هنا. بصوا تصوير يا ادوار، تصوير. انا طبعا بستخدم، انتوا عارفين الليمون الكبير ده، ما بستخدمش الليمون البلدي بتاعنا الصغير. الليمون الكبير ده بيبقى العصره فيه اكتر. ابتدي ان انا اعصر، صراحه الكميه فيه محترمه كده تملى العين، والطعم فيه جميل. يعني لما بحب اعمل عصير ليمون بعمله بالليمون الكبير ده، ما بعملش عصير يعني الليمون البلدي ده انا ما بجيبوش اصلا، مش بحبه. اهو حط برضو حبه هنا. دي بقى الفول البلدي المصري على اصوله. في ناس هتحط فلفل، انا مش هحط فلفل عشان عندي اطفال. المكونات بتاعتي انا بس تبقى توم مبقوطه ببصل والليمونه وشويه ملح شويه كمون وحبه بهارات، وادي الفول. اول ما احط الليمونه احط الفول ومعلقه زبده او معلقه سمنه بلدي وخلاص. هبتدي ان انا اقلبه خلاص على كده، يبقى معايا احلى طبق فول مصري. يا جماعه ما تنسوش اللي بيتابع الحلقه معانا يشترك لنا في القناه وياخدونا مشاركات ويشجعونا وقولوا لنا ايه رايكم في الاكلات اللي احنا بنقدمها، وايه رايكم في قناه يوميات مغربيه ومصريه والاكلات اللي انتوا طالبينها ايه. انا كده خلصت، شيل بقى كل ده كده ورايا، كل ده كده يتشال. خلاص خلاص كده كده الفول خلاص معايا. اجيب معلقه احط ملح، اهو
خلاص كده. هطفي النار. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت معانا الطعميه اهي زي ما انتم شايفين جمالها اهو، احلى من اللي انتم جايبينها من بره مليون مره وجمال. وادي الفول معايا، الفول المصري بقى اللي معمول باصوله، وهنا السلطه، وهنا كمان العجه اللي كان بيسالني على طريقه العجه. بصوا العجه وش وظهر اهو، الوش زي الظهر عشان محدش يقول حاجه اهو اهو، ومستويه وتمام اهو. انا كمان فتحتها لكم النص عشان تصدقوا ان ممكن تعملوا اصلا العجه دي في البيت، ما تحتاجوش ان انتوا تعملوها بره ب10 جنيه والكلام ده. كنتم مع يوميات مغربية ومصرية من مطبخ ام رضوان، وده الفطار الصباحي بتاعي. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تقولي لي رأيكم في الفطار بتاعنا النهاردة. انا فطاري بسيط جدا على قد يعني، حاجة كده زي ما بيقولوها على قد مقاسهم، سلطة وفول وليمون وطعمية وعجة وفلفلاية اللي موجود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوناش من الاعجاب والتعليقات. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.